الو، السلام عليكم. ما كان سمعكش يا استاذه. عليكم السلام، كي داير؟ الله خلاص يبارك فيك، عواشر مباركه في الصحه والعافيه. الله يكبر بك، الله يكبر بك. في جي انو، ها تحياتي لك. واخا استاذه، شكون معايا؟ ضحى، واغلى تحيه لنا الصفر، ومرحبا بك ضحى. شحال السن ديالك ضحى؟ 20 سنة، اوكي. شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ وشحال السن ديالو؟ هشام. فين كاين حاليا؟ في كاين في الصحراء. شنو بلاصة؟ عطينا المدينة. واخا اعطينا الاصل ديالو، فين كاين؟ في ساكن هو من غير خدمة؟ ها؟ صفر. واخا شحال السن ديال هشام؟ 23 سنة. شحال نتوما على علاقة ضحى؟ دابا 3 سنين. هادي 3 سنين. واخا اختي ضحى، وشحال هادي ما تشوفتو؟ دابا شي شهرين بحال هكا، كنحاولو نمشيو نخدمو حتى ما تشوفناش. شهرين. واخا اختي ضحى، وباقيين كتواصلوا لدابا، والحب والحياة السعيدة؟ وشنو كيقول لك عايز تزوج بيك؟ ناويت المعقول؟ بغيت نعرف زعما واش كيبغيني بصح ولا ما كيتسناو، ولا واخا يعني دايرين خطوبه رسميه؟ لا ماشي رسميه، غير والديتي نهضروا مع والديا صافي. يعني واخا يعني دار واحد الخطوه. اوكي. واخا اختي ضحى، اعطيني اختي النمره، زيرو قيد. ايوا خصها تكون عندك 39. زيد سير زيد زيد. الو، السلام عليكم سي هشام. وفين هانيو؟ اش اخبارك السي هشام؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك. الله يكرمك. عواشر مباركة بالصحة والعافية. اللهم تعالى يحفظك. كلشي بخير، العائلة، الوالدين، كلشي مزيان؟ الحمد لله. الحمد لله. سي هشام 23 سنة من صفرو، معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل. شرف لينا أنك تكون معنا في البرنامج ديالنا السي هشام، ومرحبا بك معنا. الله يحفظك. شكرا خويا. الله يكبر بك السي هشام، شكرا لحسن الاستقبال. السي هشام، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول، برنامج المفاجآت. عزيز عليك شي مفاجآت السي هشام؟ ضروري ضروري كيجيو مفاجآت، كاين اللي كتلقى مفاجأة زوينة وكاين كتلقى شي مفاجأة خايبة. إيوا على الخير أخي هشام، على الخير إن شاء الله، ما عندنا ما نديرو شي مفاجأة خايبة. خير 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 ان شاء الله السي هشام. هشام شارك معنا واحد الشخص عزيز عليك على ما قال هو، شارك معنا بواحد المقطع موسيقي تركي رومانسي بامتياز، وهذا المقطع هذا من اختياره، وهذا الشخص هذا هو اللي عطانا الرقم ديالك وعطانا كاع المعلومات اللي عليك باش نتصلوا بك. انا غادي ندوزو لك هشام. مرحبا. هو اللي اقترح علينا هذا المقطع هذا، وعطانا كاع النمره ديالك والاسم ديالك باش نتصلوا بك ونسمعوك هذا المقطع الرومانسي. كي جاك المقطع السي هشام؟ مقطع رومانسي صراحة بامتياز، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الحب لهذه الآنسة اللي كباي هشام. أوكي سي هشام، للإشارة هذه الآنسة اللي معنا كتأكد لنا بأنك كتربطك بها واحد علاقة حب، ربما كتواصلوا عي في التليفون، هذا الشيء اللي قالتنا العلاقة عاد في البداية ديالها، وكتواصلوا مع بعضياتكم عايشين الحب والحياة السعيدة، وعندك واحد الميول من جهتها، هذا الشيء اللي قالتنا، وهي اللي هدات لك هذا المقطع هذا. أنا غادي ندوز عليك. أوكي باي هشام. ألو أستاذة، بقى معنا؟ اوكي بقى معنا. قول لي سي هشام، واجد؟ واجد. قول لي سي هشام، قبل ما ندوز لك هذه الانسه هذه، شكون اللي جا في بالك تكون هذه الانسه اللي مفاجاك بهذا المقطع الرومانسي؟ اوكي دابا بيني وبينك. بيني وبينك. بيني وبينك كاينين بزاف، دابا عارفين دابا انا لايف ياك؟ اه اللي لايف، احنا في لايف اخي هشام. كاينين بزاف، كاين اللي فهمتي كنا ناويين مع المعقول وكذا وهذه مشات مصدقات. وكاين وحدين اخرين، يلاه جاو للطريق. دابا حنا عطينا اللي كتعني لك شي حاجه وباغي تبني معاها حياتك. اللي باغي نبني معاها حياتي مازال ما قررت انا باش نبني حياتي، هذا هو المشكل.
ما عندك شي وحده كتواصل معاها وكتعني لك شي حاجه؟ عندي واحد، انا قلت لك دابا عندي جوج، وحده كنتواصل معاها وكذا، وهذه دابا اه ماشي فهمتني. لا شوف، وكاين مهاد واحد جو اخر تما، وحده غير دوزنا مدة انا وياه ما كتبش لها صافي. واخا. هذه اللي كتواصل معاها دابا واش ناويها الزواج؟ ما ناوي لا زواج لا والو، ما ناوي لا زواج لا والو. هذيك اللي كنتي معاها من قبل كنا ناويين الزواج. كنتو ناويين الزواج، دابا عطينا شي وحده كتعني لك في هاد الجوج، عطينا وحده كتعني لك شي حاجه. دابا هذه قلتي دابا هذه اللي عاد بيها انا وياها ما كاينش شي حاجه بيناتنا وكذا، شحال هذه اللي بديتو عدتو ما وياها، شحال تكون المده باش بديتو؟ شي 3 ايام. 3 ايام. راه هي اللي معانا السي هشام، انا غادي ندوزها لك. اختي ضحى، اخويا معاك كنسمع. اختي ضحى واش 3 سنين وانت معاه؟ اها. والسيد اللي السيده اللي بدا معاها عاد 3 ايام قال لك؟ الو ما كنسمع والو. اذا هز اذا هزك الماء وضربك الضوء. اختي ضحى هو معك، هو معك. تفضل استاذ هشام، هيا معك. مرحبا. ما كتشمش. خلاص هو واش ما كتشمش؟ الله يسلموا عليك العفاف ان شاء الله يضرب. ها 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 هو في سيري دبر على راسك تبقى تفترع عباد الله في اللايفات ولا سير 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 عقد سير. الو وي اختي قطع علينا انا وليت. الله يسهل عليك. بقى معايا بقى معايا ندوزو لك. صافي بقى معايا بقى معايا. ما كيحشمش، صافي بقى غير يتعاير معايا ما كيحشمش. ماشي مشكل، حتى انت ما عندكش، حتى انت راه عندك ردات الفعل ديالك. تفضل استاذ هيا معاك. وصافي ما عندي انا فاش نهضر معاك. لا وترجل معنا السي هشام وهضر مع السيده. ما كاينش حاجه باش ما غاترجلش. انت كتخاف الله انت؟ واش انت كتخاف الله؟ تحياتي يا اختي ضحى، الله يعوضك الله يعوضك الله يعوضك. امين يا ربي ربي يخليك. الله يعوضك الله يعوضك. ها الهم لك. دابا هذا راه خاطبك. اه 3 سنين ضربات الزيرو. ودابا الاسلوب باش كيهضر حشومه، يعني باش تهضر مع بنت بهذه الطريقه هذه حشومه. لا وحاشاك يعني اللي كاين مؤدب راه يعني قدام عباد الله كيتفرجوا فيه بزاف عباد الله هكا كنؤدب. ماشي بالضروره حدا الناس ولا هذا، يعني احترم شويه وصافي. اخويا هكا كيدبس انا واخا راه دابا طيعت الله يبقى انا يعني. اه اه صافي عافيني. دابا هذا دابا جا والديه للدار عندك. اه جات با با جامو، جات اختو، جات خالتو. وانا ديجا اصلا كنت مخطوبه وفتحت الخطبه عليا وديت رجع كيبكي عليا وكيشكي وكي لا غنصحر لا غنخرج على راسي لا لا لا. وشفت انا عندي تعاد بنات الناس ساعه هو ماشي ولد الناس. وفتحت خطبتي وفتحت ليا والديه ودابا شو على مستوى 3 سنين يعني ضرب لي الضير يعني بزاف الحوايج درتهم على ود اللي ما يستاهل حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله دابا عرفت نبان على حقيقته. حول ولا قوه الا بالله. تحياتي يا اختي، تحياتي لك اختي ضحى، والله يعوضك ما احسن ما دير في بالك والو. اخويا ما دير في بالك والو. لا لا بالعكس ربي انا كنحمد الله ربي كنطلق كنقول لي ربي تبين لي على حقيقته صافي صافي هادشي اللي كاين. تحياتي لك ضحى، تحياتي لك السي هشام، تنتا يلا تحياتي لك ضحى. السلام عليكم. السلام.